Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie, comme toujours, de vous accueillir dans votre émission qui remonte le temps, séquence d'archives. Ce soir, nous allons vous proposer des sketchs en noir et blanc, bien sûr, une manière pour nous de rendre hommage à ces femmes et ces hommes du monde du 4e art qui étaient pour la plupart sous la houlette du grand Mahyeddine, du pionnier Mahyeddine Bachtalzi Layrahmou. Alors, pour commencer, nous avons choisi pour vous ce soir un sketch des plus drôles du regretté Mohamed Touri, originaire de Blida. Il nous avait quittés un 29 avril 1959, alors qu'il n'avait que 45 ans. Alors, son titre, Le malicieux cuisinier, où on le retrouve également aux côtés de Mustapha Ketteb, Djelloul Bechterrah, Fadila Khitmi et bien sûr Aouiou Cheïta. Alors, l'histoire tourne autour d'une demande en mariage des plus inédites. Je vous propose de regarder tout de suite Le cuisinier malicieux de Mohamed Touri, réalisé par Noël Ramètre. واشنو؟ في كل وقت الماكلة لازم نسقي زوج مرات باش تجي. هذه الحالة ما تدومش. مش يا سيدي لكن حبيت ندبر عليك واحد الحاجة لكن إذا تسمح لي. هيا تكلم خير إن شاء الله واش من بعض؟ غير الخير. نظن راهو في عمرك تقريب 45 سنة. عايش وحدك تاكل وحدك تظن هذه حياة؟ نقول انا لو كان تتزوج احسن لو كان صبت المرأة اللي تليق بيا ما غاديش قاعدك حتى هذا الوقت ارى الف فراق وخاطيك كاش هذا خاطيك خطبة خطبة نروح نخطب لك في تمثيل مصطفى لا ترى ايش ما نظنش اللي يعطيني بنته على خاطر هي صغيرة وهو لا كبير أرى ألف فراق وخاطيك على شحال تحب يكون العرس؟ قول قداش من شهر؟ قداش من شهر؟ مضمن لك اللي على 15 يوم ما نظنش حال من مرة نسمع منك هذا الكلام أرى 2000 فراق وخاطيك كثر خيرك ابقى على خير اذا تحملنا على 5 ايام ارى الف فراق و كثر خيرك ابقى على خير السلام عليكم هلا وسهلا مصطفى بشرى غير ما يسلمك بعد وامي تحوس تعدي بقى تشرب قهوة اطلع قهوة صح سامحنا اسمع اسمع يا بنات تقول ليش يا مصطفى باللي عندك بنت راهي في مقعد الزواج نعم لكن ما زلت ما صرت اللي يقضيها صار هكذا حتى مع الميسي الهواري ما صابش بنت اللي تليق به ثاني هو الشي الهواري ماشي مزوج لا ماشي مزوج ايوا لو كان تتكلم له على بنتي لا 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 لا
ما نحبش ندخل روحي في امورك الزواج. لكن يا وليدي ياخد حقك. اه شحال هذا الفرنك اراه مقبل شو؟ هذه ما تحبش تسمعها حبيبتي. ها قلت لك اراه مقبل. معليش معليش عندك الحق. بس صح كلمة واحدة قل. آه أنا أقول وهو يتفر راسه. إذا شفته ما حبش جيت قتله وحرص عليه. إذا جيت قتله وانتهرت عليه أنت فلين وكذي. هشم أنا فرق هشنو نتكلم عليك. آه إذا تتكلم عليا يلزمك الزين. أنا فبرهك هيك استخير في مصطفى. هيك استخير مني على ساعة كون في دار معزمي وخاطئك. اقع يا فين شي بالسلام. اقع يا فين ايوا شفتي مصطفى؟ لا تتقلقش ما تتقلقش من على دقيقة يكون هنا. والبنت شفتها؟ اه شفت انت البنات يقعدوا في القهاوي. قلت لها تولي شفتها مع باباها في الزنقة. هاهي بدات الغيرة. هاي بلا حسن ما قلناش. لكن علاش تسقسي فيا إذا شفت بنتي مصطفى البريك؟ غير باش نعرف إذا شابة ولا لا. لا بلا شك تكون شابة. صح صح نكذب عليك. قلت ما شفتهاش. انا ما شفتهاش. وكاش عارف اذا شابه ولا لا؟ على خاطر انت شباب لابد نجيبوا لك حتى شابه. بركه بركه من الشكر. راني نقول لك يا سيدي ها هي المرايه تثبت لك كلامي. انا هكذا بتمسخر بيا. ايه المرأة يلزمك تلبس المرأة وتروح لدار السي مصطفى تشوف البنت وتردي الخبر إذا حقيقة شابة ولا لا. أنا تلبس المرأة؟ نعم تلبس المرأة ولا نطرد. أنا ماشي أنت تلبس المرأة وتشوفها بعينك. هكذا خير. ما تدبرش عليك. اسمع أنا نقابل باباها السي مصطفى على طرش تيجي وأنت يا كما قلت لك روح لدارهم وشوف البنت. وشكون اللي مدلكم القهوة؟ كي جاي سي مصطفى الأطرش مدلنا القهوة وكي تسمعني نسأل حم حم روح البس. هاي روح هذا بلا شك سي مصطفى الأطرش. يلا تفضل تفضل. الله يسلم ضعيفك يكبر عليك ما توفر علي. لا 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 جود جود جود. اهلا سي مصطفى مرحبا بك يا سيدي. صارتنا بركه بركه بارك فيك يا سيدي. تفضل 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 تفضل. سي مصطفى قالوا لي باللي عندك بنت راهي في مقام الزواج. نعم يا سي الهواري وعندك مقصود. بنات والله ذاك تصنع قشطة مجمولين من كلش. حتى هو مجمول من كلش. مازال الحال. روح جيب لنا القهوة. تفضل. ايه بارك الله فيك. ايوه ايه بس الوير هو بس خش خش ما عنده ما قالك في امر اصداق الشر. استنى شويه تفضلوا.
صحيح. أصدق إيه لا نعم لابد أن تشاوروا على السباق وعلى على الشرط. نعم نعم. أيوا سي مصطفى برك نتفاهموا على السباق والشرط. نعم. أيوا إيش بيا قهوة؟ ماذا بيك ماذا بيك بارك الله فيك. شدا ما مش تغلها. حبيت نتكلم لك على بعض المقصود. تكلم يا سي مصطفى، ما كان حتى حاجة اللي تقلقنا على فيها. نعم نعم راني فرحان بهذا النهار هذا وبزيارتك. الله يسلمك. على كل حال اسمحني اسمح ما فيها بال. اسمحني اسمح السخانة ماشي الطقس شوية ثقيل. نعم تفضل. على كل حال كما كنت أقول لك يا سي مصطفى ماذا بي على الزواج لكني إلى الشرط ماشي غالي. على كل حال نهار راني عايش وحدي في هذا الدار وماذا بي ناخذ امرأة وهذا مكان. إيه عندك الحق يا ابنك. هذه حلوة. هذا اللي قلت لي عايش وحدك هكا بديت تخرج تريق يا قليل الأدب. أنا تموت بنتي مع طبيعك؟ سي مصطفى ما تسمح لكش تبدي فونتا في محلي. محل ما تخرج من هناك بالمطلوب مني السماح. مطلوب منك السماح. كشراهم مولا بيتك؟ مولا بيتي؟ راه يسقس عليك الخير. الله يسلمك. انت يمات الولية اللي يحب ياخذ بنيته. انا؟ لا 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 انا خالته. وعلاش راكي دايره العزاف؟ انا راجل نحج بنيتي. بوه راجلك يحجبك من سا. نعم يا بنتي محجب لي من كلش حتى من الهوايش. شفتي يا بنتي رجال يحجبوا نساهم وانتي تحبي تختاري. ها هادو بنات اليوم يحبوا لا موضه. يا حسره على وقتنا احنا بكري. أنا عندي هذا بس كيفاش نسى يحجبوا من نسى؟ سامحينا سامحين. بركي بركي من هذا جيب الأقبع بركي. الحمد لله خلوني وحدي. لا لا الله يسلمك راني مليحة بس يا من عام غير تقعد. ياي ياي هي هي ريحي. سنين سهلك Fabuleux, on ne s'en lasse pas, bien sûr, un sketch écrit par le regretté Mohamed Touri. Alors, on passe maintenant à tout autre sketch, une histoire farfelue écrite par Sidali Fernandel, de son vrai nom Sidali Hawet. Le sketch s'intitule « Oui, monsieur le Qadi » et nous allons vous proposer la deuxième version car la première a été interprétée sur les planches par Sidali Fernandel. Alors, c'est l'histoire d'un mariage qui tourne en catastrophe et qui met en malaise un oncle, son neveu
et une mariée. Alors l'oncle n'est autre que Himoud Brahimi, plus connu sous le nom bien sûr de Momo, la yarahmou. Le neveu est Mohamed Bouzidi et le rôle de la mariée n'est autre que Leila El Jazairiya. Nous retrouvons également Madani Sahraoui qui joue le valet et bien sûr il y a le beau gâteau, l'avocat, qui n'est autre que Raouti Bendedouche. Tout de suite, sans plus tarder, oui monsieur, le Qadi de Sid Ali Fernandel, réalisé par Mustapha Gribi. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله يا ربي واعمل داوي استغفر الله هادشي موحد اي ضربات بحال هادي ما كاينش بدلها هادي محجايه اشي بحال هذا يدور سيدي اشنو الحديث في البوغاطو راه هنا حبي شوف ايه قول له يدخل غاول قول له يدخل تيجا هو يدبر عليا جابو ربي على سلامتك الله يسلمك اش صار راك خلعتني اضرب لي التليفون باش نجيك في الحين راك مقلق سيدي خويا ما راني لا سيدي خوك ولا سيدي اختك ما تجيش تسقيني هكذا البارح ولا قبيله توالم كنت نقبل منك تسقيلي سيدي ولكن دوك لا على خاطر على الربعه كانوا في عمري 50 سنة وعن 5 نقصوا 10 سنين من عمري وغدوة وغدوة تولي ولد صغير على حسابك لا 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 ما فهمتنيش شوف فيا مليح وبالو ما راح يظهر القنور ديالك راه معاود شوية خلي القنور وشوف فيا مليح شوف باش نشوفك كل اللي جبت من اجري اقعد يا صاحبي يا البوغاطو ديالي يا حبيبي راك عارف اش صار قبيل على 4:30 في دار القاضي معلومه راني عارف اليوم يتزوج حفيدك السعيد مع بنت السعلي حبيت نقول اليوم يعقدوا وغدوه العرس راني معقود ما لا غير ما تكلش على العرضة كيفاش دار فيهم الحال ما يديروش العرس يديروا العرس ايوا ولكن ماشي مع حفيدي كيفاش اما العروسه ما تتزوجش العروسه تزوجت وفرات ايه مع من مع راس الوقت اللي بقابلك معايا انا هيا بركا ما تتمسخر اش راك تحكي لنا هنا راني نحكي باللي قبيله في دار القاضي القاضي زوج العروسه معايا واه ايه معايا ياك تعرف القاضي كيزوج يسقسي دائما اذا كانوا في زوج مطراتين ومع هذا ودني اللي صرا ما سمحش بها مليح وحاجه اخرى اسمي واسم حفيظي كيف ابن حمدان سعيد وانا كذلك ابن حمدان سعيد ايه كمل اما لا يا سيدي كما قلت لك كان الغشي بزاف لحقت دالتنا وقفنا قدام القاضي اصقر ابن حمدان سعيد قلت له نعم على خاطر كان من جهه لملا كيهضر معايا من اليسرى ما سمعت والو تما وين بدات الوخده قال لي حبيت تزوج مع هاد المراه قلت له ايه ومن بعد قال دار ليها وقال لها كلمه قال لي قالت ايه وحفيدك ما كان من هضر معاه ولا سقساه وما قال والو كيفاه ما قال والو هو الرجل دار حيحايا هذا تمسخير نتاع الصح هادي تتورخ بصح كيفاش غلطه بحال هادي صارت بسهوله يا سيدي كيما رانا قلت لك وقفنا قدام القاضي ولما صقى وقال يا سيدي بغيت تزوج مع هاد المراه وقلت له ايه انا حساب لي سقساني الا راني موكل على حفيظي كي زاد سقساها وقالت ايه تمت الوحده ايوا حاجه اخرى القاضي كان بالنزله ومبحبح ضربوا الريح انا طرش النزله ومبحبح ايه وايه قال فرات حبيبي مسكين ما عرفش باش تبلى مسكين حفيظي واش مبليه اش مبليه استنى مضينا سنان ثم صارت غلطه اخرى في عوض اللي نمضي شاهد مضيت عروس انتقل عادل قال الله يربع اقصر في يد شمال مدلو مديت له الشي اللي جاوب له انتقع بيدي قال له انا ماشي عمي اللي يزوج اطلب منه يعاود الزواج معاه قال له العادل لا لا محال امراه تزوج مع زوج رجال في نهار واحد يلزم واش يلزم ايه يلزم تطلق وثلاث شهور من بعد تزوج فرض العده اما انا ترك حفيدك يستنى 3 شهور باش يتزوج معها وترك لو كان هي ما تحبش تطلق ماشي تحصل فيا يا اخي ضربه يا اخي وحفيدك وين راهو درك
مازال هذا الضربة ما ضربتش في راسه باللي راح يتزوج حتى تقتله في موضعه. ودرك كيف باش نقابله قول لي. والعروسة راهي في ضربة بها؟ لا لا راهي في دار راجلها. وين؟ هنا في البيت الاخرى مع يماها راهم يتشاوروا. نقول لك صح هذه عمري ما كنت نظنها. وانا اللي عمري ما حبيت نتزوج 50 سنة وانا صابر، واليوم في 3 دقائق عشيت متزوج بلا ما عرفت ولا انا ولا ماشي انا ولا وين راني. راك مزوج ماشي زوج نتاع الصح. ولكن شوف المحنه اللي رانا فيها في 3. لو كان كاش واحد قال لك باللي حفيدك اللي ربيته كي ولدك تلعب له لعبه كي هذه. اش تحب؟ كنت انا بابا وانا يما، كي كنت نسهر في الليل كان يستناني حتى الوقت اللي ندخل، كان يتهلا فيا بزاف، قلت انا نرد له خير ونزوجه. يا اخي تلخطبت له هذيك بنت السي عليه اللي هي هجاله. وعلى حسب قول الناس قال لك مراه خدامه وعاقله، قلت انا هذاك ما يوالمو. خدمت ملزومك يعطيك الصحه. الهادية اللي هديتها له زوجه مع الهجالة كانت مخطوبة له. أنا تاني معول نتزوج، قلت أنا كي زوج هو زوج أنا وأنت مكت معول. ضربة زواج حفيظي. قول زواجك على خاطر أنت اللي تزوج. السلام عليكم. عمي يا عمي راك عارف باللي الزواج ماشي بتاع تمسخ، وعلى بالك اللي قبيلة كنت رايح نعقد وفي عوضانا صدقت أنت اللي تزوج مع اللي كانت مخطوبة ليا. عمي يا عمي أجي في موضعي وتشوف. فرات راني في موضعك. ولكن فهموني وصل في دار القاضي. واش هذا القاضي اللي يقضي القضيه ديال الناس بلا ما يفهم بلا ما يحقق بلا ما يعرف اش راه يدير؟ راني نشتكي به وراني وصلها الكبيره وراني ما نعتقوش. ايه مليح استنى قول كلمه. قلتها قبيله في دار القاضي واش بقى ما تقول؟ الكلمه اللي ما يجبكش تقولها راك قلتها كلمه ايه. يا ودي صارت غلطه وهذا ما كان. هذا ما كان واش تحبها تكون؟ في عوض اللي تجيب عروس لك جبت عمتي، في عوض مرتي مرت عمي. تعرف ما يجبكش تتقلق، هذه غلطة صارت ويلزم نصيبوا لها التاويل وهذا ما كان. ايه ما جيش تقول ايه يا عمي. ايه ليه مازال؟ ايه نعم ايه 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 يا سيدي دوك نعيطوا للعروسة وهي اللي تفري هذا الشيء. و سيد الحاج ماذا بك تروح تسقيلها انت؟ ما تشقش روحك سيد الحاج روح نسقيلها. اش قلت تروح تسقيلها انت؟ هذه مرتك والطاعة فين خليتها؟ ياك هذه مرتك انا خاطيني. السعيد راني نقول لك خلي الحاج يروح يعيط لها وهو اللي يهدر معها. واش من عيب كي نهدر مع مرت عمي؟ شفت البصاصه يا الحاج؟ هيا هضر مع بنادم. العمله اللي صارت له كيفاش حبيته ما يحمقش. انا هاد الزواج دبدبني نتاع صح يا الحاج. يجو دبر راسك معها ومعه. انا ما رانيش عارف كيفاش راح نقابلها. جوزي يا عمتي على سلامتك. جوزي على سلامتك. اقعدي يا عمتي. برك انا من هذه كلمه عمتي رانا نستناو فيك. يلا راكي عارفه وعلى بالك يلا بالشي اللي راه صاير. نعم راه على بالي بكل شيء غير ما كلش تفهموني. يما راهي فهمتني. تسامحيني نقول لك كلمه. قول قول راك مسامح. واش خممتي في عقلك؟ الشي اللي خممته راني مزوجه وعندي 3 شهور و10 ايام باش نشوف واش نعمل. ياه يا اخي مصيبه يا اخي. ومن بعد؟ ومن بعد نشوف الربح وين. إلا معاك ولا معاه؟ الربح ما تصيب غير مع راجلك. ما راجل ام كاين زوج. برك الناس كي تسمع اش تقول امراه مزوجه مع زوج رجال. زمان كانوا الرجال ياخذوا حتى 4 نساء بلا جاريه، اما اليوم محال محال شي ما يخطرش في البال. يلا الشي اللي حبيتيه راني واجد باش نتهناو في زوج. اي بصح شكون هذا الزوج؟ انت وعمك. لا لا انت وهي. لا لا هي وانت. يا ولد خذ رايي انت وهي. وانا يا سقسيتوني مع من؟ مع راجلك. مع راجلي راني قابله. الحمد لله. يا احمد رايك على خير. الله يجعل الربح ولهنا ان شاء الله. اي سيدي الحاج نروحوا ونخذوا العروسه مع العروس. شكون؟ انا العروس ياك انت؟ لا لا انت. شكون انت؟ انا ماشي انا. شكون ماذا؟ انت. انت 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 شكون اللي عقل؟ انا اما انت. يا ولد تخطيني. علاش راكم تحمقوا في روحكم وانا واش نقول؟ انت مريوه اسكتي. انا مريوه انا مرتك وما تنساش رانا عاقدين. ما مرتيش راكي متلقى. ما تلقكش. تلقيني. ما عملت لي حتى حاجه. يا مرا بشرى وبالله هنيني.
واش وسعت هذا المراه؟ واش بيها؟ تعطيني كلبتين؟ ما نعطيش. وعلاش؟ هكذا يا مراه يرحم والديك تلقيني، صارت غلطه في دار القاضي. اوف انا نروح نخرج يضربني شويه هو. علاش درك علينا هذا الزقاق؟ جوزو يا مات ومن بعد روحوا دار القاضي وطلقوه يا فرات. ما بغاتش تطلق، ما راك تسمع. راني مراه، طلقني يا راجلي، خاف ربي. نروح يضربني شويه هو. ما تخلونيش وحدي. وعلاش في دار القاضي قلت ايه؟ وعلاش ما سكتش؟ وانا ظالم. يهم على شكون؟ دابت لي تامر القاضي العقول. شوف اسمع لي مليح، تحب نطلقك؟ معلوم، صارت غلطة. يهم على احكي لي كيفاش صرات هاد الغلطة. يا ودي انا طرش والقاضي عقول. مليح، بصح في دار القاضي راك محقق اللي انت قلت ايه؟ نقول لك الصح، انا طرش من ود لي نسرة. حسبت لي شاهد ماشي عروس، ومن بعد عجبني الحال. وعلاش؟ على خاطر في عمري 50 سنة وعمري لا تزوجت، دار القاضي عمري لا دخلتها، وكلمة ايه جاتني سهلة. يا اخي نقول لك امال فنقول ايه، ولكن عمري في بنتي ما جات بنينة في فمي حتى لليوم. وعلاش عمرك ما تزوجت؟ حتى نطلق. بو علاش راك مزوج انت؟ نسيت اللي معاك. ايه سوا سوا سوا. ايه مرا دوكا كي قلتي الحقيقه روح راك مدلك. يا رحم والديك الحمد لك يا رب. اشكون؟ انا حاج. اشنو رجعت بعدها؟ جيت نقول لك باللي حفيدك راهو يجد في الفاليزه ديالو باش يروح. يروح؟ وين يروح هذا هبل؟ لو كان يروح ناخذك. اي الحاج غاول روح جيبو لي، حياتي راهي معلقه معاه غاول. يا ربي ويلحق عليه، يا ربي ويلحق عليه، يا ربي. صبتو في الباب. ها ادخل. انا عارف الشيطان. راني رايح. راك تشوف هو راك رايح. راني رايح لوين؟ لاكار. واش خداك؟ باين لي ناخد، بصح انت اللي خديت. وين راك رايح؟ واش قعدني في داركم بين زوج؟ قلبي ما يهنينيش. نخليكم في داركم وربي يزين ساعدكم. راكم عملتوا دار الحلال. الحلال بيك انت. لكن حبيت نقول كلمة. ما تقول حتى حاجة. ما عندك وين تروح تقعد هنا، هذه هي دارك. مانيش في دار، هذه داركم. لا لا سامحني، هذه دارنا في ثلاثة ولا شنو؟ حسبتني من دوك الناس اللي يدخلوا يخربوا ديار الناس؟ لا لا. ماشي قال لك غلطة قاضي عقون وعم مطرش اللي مرات بها شرفها. ربي كتب لي راجل واحد وهذاك الراجل. اشكون؟ انت زوجي وعمك هو بابا، واحنا في ثلاثة نرجعوا ان شاء الله عائلة كبيرة كبيرة. اوف راهي الان ولات لي الروح. من دار القاضي ما عرفتش روحي وين راني. شفت كلش في الدنيا يتسقم. روحوا يا ولادي الله يجعل الخير وربي يعطي لكم درية صالحة. رد الفاليزة لبيتك وانت متهني. غدوة ان شاء الله نديروا العرس، وكلمة ايه ما زيدش نقولها ابدا. سامحني يا عمي ويا بوس لك راسك. بوسي بوسي يا بنتي. وانت انت ما تبوش راس عمك. صح الحاج. وانا تاني نبوسك راسك. لا لا يلا هضر معاك. واش تحب؟ عمري في دنيتي ما حسيت روحي مليح كيما راني اليوم. وعلاش؟ صرت حرية نفسي. عمي غدوة نروحوا لدار القاضي. وعلاش؟ باش طلق انت ونزوج. دار القاضي ما زيدش روح ليها. علاش ما تجيش تدخل لها؟ رجعت تخلعني. وعلاش؟ ولكن يا عمي لازم تطلق. فرات كي طلقتني هي بلا قاضي. حملنا على 3 شهور تزوجوا هذا مكان. نديروا واحد العرس اللي ندهشوا به ناس الحومه. نبداو بالطبول والغوايط والدربوكة والطار. نديروا الحلاوات على كل لون، المقروط المحنشة المخبز، نكموها بالكعك والغريبية ونزيدوا لها حتى المعجون. حتى حاجة ما تخص. بصح يا عمي راهي خاصة حاجة. اشن هي فكريني؟ راهي خاصة عمتي. هذيك بابو سيف. انت تاني لازم نخطبوا لك. تقعد هكذا. زوج النهار اللي يتبدل القاضي. وعلاش؟ نخاف يا خلاص يزوجها بحشاوي.
Voilà, tout est bien qui finit bien. Alors, pourquoi choisir? Et le nom du prochain sketch écrit par Lié Abdoun, qui accumule plus de 121 œuvres selon l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, bien sûr. Ce sketch avait pour titre au tout début El Hadriya ou El Bedouia, puis il s'intitulera finalement Pourquoi choisir. Alors, pour faire bref, Lassouma, une belle-mère qui n'est autre que Nouria, très influencée par Latamou, son amie malveillante qui n'est autre encore une fois que Farida Sabounji, et qui sème la zizanie entre les deux brus qui sont Hajira Bali, Latifa et leur belle-mère. C'est sans compter sur le rôle déterminant de Lahira, interprétée par Wahiba la voisine. Et je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, on retrouve les divas du théâtre algérien dans Pourquoi choisir de Lié Abdoun, réalisé par Mustapha Gribi. Eh, تصدق لي كتر مخدها سعفي يا لاسونا شوية راكي تعرفي شنو هو الصغر كاش هذا سعفي يا ناس قلبي راهو خرج صغيرة ما زلت ما تعرفش بشوية وانتي هكذا نطي أنا كي عطاتني يما لدار الناس حتى ردتني نوقف صبعي ونضحك عليه ومن كل شيء لا من نظافة لا من ظرافة ولا من طياب النقز هنا جيه عندك الحق يا لسونة اللي رباتها يمها رباتها واللي ماشي مربية قد ما يوري لها بنات تبقى دائما كيف كيف هي هي يعني حب يقول انتو ما رضتو هكذا غير تزوجتو صرتوا روحكم تعرفوا كل شيء خليكم من هذا الهضرة كنا صغار وجازت علينا الغفلة لكن عجايزنا وراونا وإحنا صلتنا من بعد رجعنا نعرفوا لكن تحبيت عند انتي الأخيرة يعني لسونا ما تعرفش وشنو راه تقول لك هذا الدراري ما تعلموا ما حبوا يصنتوا هذا تجيب طبع اخر يا بنتي خليها تتكلم احنا كي كنا صغار كنا نخرجوا وحدنا ولا كنا قابحوا ولينا الحياة والدين وكنا نتعلموا الصنعة الى ماشي خياطة شبيكة الى ماشي شبيكة برودي الى ماشي برودي صوف وخليك يا حسرة يا حسرة ايه وريو لهم يا ناس انتم ما صدتوا لي وراو لكم وهما مساكن هما يتعلقوا انا جبت عروسها لداري باش تخدم ماشي باش نعلمها كانت تتعلم في دارهم قبل ما تجي دار الناس غير القباحة تقولش نزلت الكل عندها يعني العرايس الكل اللي جبتيهم ما يعرفوش هي للصنعة واش كنتي تقولي العروسة الاولانية اللي قبل هذه ماشي نهار كامل وانتي تشكرين فيها لا لا ظريفة ونظيفة وكل اصبع بصنعة وزينها زين وقدها قد هذاك النهار الاولاني ومن بعد دارت النعورة هذاك الشي كامل اللي ظهراته وزواق لكن ما شفتيش اش كان مخبر له كيما حبيت نقول قبيلة ذاك النهار قبل ما تحوزها لو كان ما سلكتهاش انا كانت بالقبقة براحة باش تفغلق لها راسها ها ما عندنا حاجة يا لالا وهاد هاش نجمي تقولي فيها بدوية من برا ما تعرفش للزنقة ما هيش قبيحة ما تطلق كلا من نهار اللي جت قولت بسم الله الرحمن الرحيم اسمعناها شي من فمها معفونة يا الأخيرة شكون يحملها أما عن السبك الناس يغسلهم بالماء سخن وكريستو وهي مزحتهم بالسربيتة متاع الوجه وقطيرة متاع الماء ما جوزتهاش عليهم فين صارت هات ذاك النهار شريت القمرون راحت للبحيرة نحات القرنينة ونصيبها عمرت وحدة القدرة قد العجب وبدأت تحرك حرك حتى ردتها حريرة هذه مرة عندك انت وانت كي جبتيها من برا عن باب تعرف طيابات الصفرة هي لك شكسكسو اخفاف بغرير خبز صحة لكن انت ما تطلبيش الموحل هذاك هو باش نعمل لك قصتو كنت يا الاخيره ونعمل لها قصتوها نرجع ناكل غير الحاجه اللي تعرف طيبها هي الصباح خبز المطلوع بالكرموس والزيت هو العشيه كسكسو بالحميصه هكذا تحبي انا ما قلت لك شي عملي لي قصتويا انا اللي نتكلم في صلاحك وصلاح وليدك واذا ما عجبكش الحال دبري راسك
واللي اكثر منهم الكل راني نخمم على بنات الناس اللي تجيبيهم تحرفي عليهم وعلى شهر شهرين تعاودي ترميهم لمواليهم. هذاك الشيء شغلي وانا مولاته داري ونعمل فيها اش نحب. سمعتي انا كلمه الحق نقولها ويا لو كان ما تعجبكش ولا ما يعجبكش الحال راني نروح في البحر. وانت يرحم بابك واش دخلك هذه حلوه بالصح. هذا اللي قال لك لحيتو في وجهه الاخر حاير له بيها راهي تقول لك ما تحبش اللي يدبر عليها راهي ترضع في صبحها راهي تعرف الشيء اللي يخرج عليها معلومه انت تعطيها الحق تخاطر في صلاحك يا نهار تفيق تما وانت على دم الصديق ما دخلك هذا الشيء شغلنا. هيا هيا روحي من هنا روحي سبقي ادبي روحك ومن بعد اجي للناس. بسم الله الرحمن الرحيم كاش مخلوقين هاد الناس يدخلوا ما بين الطفل والحم كيبليس. ما كاش بليس كيفك انت يا اللي على شويه قهوه وحاجه سكر ضري تحملي في حمايه الحضابي وتعمري فيها كرامه باش تطرد بنات الناس. بابا عليك اذا انا راني نعمر فيها انا هذه رايك يا اختي انا نوري لها في صلاحها وش اللي يخرج عليها. ايه فاقو فاقو بدك لك مرسيكي تخرجيهم تحت بعضك ويقول انا اللي انت فيهم ماشي انت الشاه تساليني شارعيني في دارنا نعطيها اليوم وغدوه هم حياتك مع الحياه واشنو خرجوا فادك على خاطر كان نصح لك. هيا روحي من هنا ما تخافيش انا روح بصح غير تحزنوا عليا نبنيكم واحد المندر اللي يطيحوا فيه ولا ما تسمونيش خيره تقطعيني راسي. بابا عليك يا واحد الطماعه. ما نعرف شكون الطماعه انا ولا انت بصح تخبري جيبوا الاخرين يا جماعه الفالتين. وطران بصح اش كنتي تقولي ليا المرا خرجت من مراتها هادي غيره ولا خليني وشنو هذا ها واش كنت نقول لك هذا شحال المرا ولات كي تشوفني يخرج عيني تقول شي شافت بليس بصح دوك راني فقت بيها خلاص ما نزيدش انا منها هادي غيره ولا خليني وهذا كي يشوفوا زوج متحابين ثاني غيروا منهم وهادي ما تعرفيهاش لاش ناس بكري قالوا الله يعطينا جيران بلا عينين عندهم الحق معلوم الا 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 واشنو تاني هيا ادخلي حمس الخير عليكم ممسك بالخير واش حبيتي هذاك اللي جبتيه الصباح كاش ندير له واشنو هذا ولا جبت غير حاجه وحده هاد الحلوشه الصغار اللي عينيهم يبطسوا هذاك يقولوا له سردين ماشي حلوشة يا دروشة كيفاش كيفاش وانا وراني عرفت شفتو مرة لكن ما ناش واسموه الله يهدينا بصبر سعفي سعفي يا حبيبة سعفي سعفي واش تعملي راني قريب نهبل اش نساعف ايوا رانا قلنا لك على اسمه ودروق ومن بعد اشنو جيت نقول لك اذا نسخن له الماء والصابون ولا يديروا هذا الطاجين بسم الله الرحمن الرحيم ويصير هذا الشيء يا ناس لا 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 نديوه للحمام باش يعرق شويه ونزيدوا له نكيسوا له ولا ليسيف والصابون ها فين شفتي السردين نصب الماء والصابون في بلاد بابك يا كنتي قلتي لي ذاك النهار يلزم الماء والصابون ها اسمع فهمي هادوك يا لا تامو وقالتك خيرا ساع فيها ذاك النهار ما عن السبق قلتك سخني لهم امي واسي لهم الري وصابون اما هذا سردين يا اللي ما عندك لا فهمه ولا بدلين وانا وراني عارفه بارك يطيطي عليا فهميني بالسياسه نفهم سمعي 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 يا بنتي سمعي ما تتغشيش راهي تزق عليك بصاحك هذا شحال هي توري لك وما ستي ما تعلمتش على هذا الحسبة يا ما عندكش الراس ولا عينك ماشي في بيتك يرحم بابك يا لا تامو خلينا منها هي هي نخرجوا لبرا ناخذ شويه ما على خاطر قعد هنا قدامها راني تحت غشا بزاف بعيد الشر بعيد الشر عليك يا بنتي يا لطيف يا لطيف راكي تشوفي مسعافك حتى لونها تبدل هي هي قفزي شويه على روحك مون عمي ليش تلقى روحك هكذا كي شكرت الفحم هي 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 بشويه صحة يا ربي صحة كيما عملت معاهم ماشي هكذا تغسل الحاجة يقولوا عليه ما نغسلهاش تقول لي عليه حاسينو حيرتني هو انا غرضي ياك ما بخلتش عليها الحاجة اللي نعرفها
حاجه اللي ما نعرفهاش على الله غالب. صح هادشي يكون من والدي، عارفيني متربيه لبرا يعطوني للمدينه. وهي كي جات تخطبني من والدي ما عرفتني جيب لي بدويه وما نعرفش واش تعرف الحضريه. ها هو ها هو الراجل ما عندي ما نقول فيه، ولا هي تقعد تسول فيا صباح والحشيه. بصح معليش، قال لك اللي داروه الوالدين بها رانا راضي. بونجور. السمعية وين راهي العجوزة؟ العجوزة؟ شكون العجوزة؟ ودابا واش تكون انتي القرصونة؟ ما فهمتكش يا مادة. وين راهي هادي مادة؟ راك تمسخري بيا. مانيش تمسخر بيك، هاي قول بصح لابسة رومية وتتكلمي بالعربية وتحبيني ما نقولكش مادة. لا لا أنا عربية. ها الحمد لله، انا حسبتك هذيك الشيطانه اللي تجينا ساعه على ساعه تبيع لنا الدونتيل والكتان. اسمعي عارفين على وراك تكلمي، ها ماشي خدمه بحالك تمسخر بلالاها. لا لا سمعتك يا قليله الحياء. كيفاش؟ نو وانا خدمي عند بابك باش تقولي لي هكذا؟ واذا قلتي لي مولات الدار حشمتي بيها؟ صار انت هي الريكه اللي بدلوني بك. لا لا عنده ما خيرت له يمه. واش بك اخيتي؟ ما عجبكش الحال؟ ما عمرت لك شي عينك؟ خير ربي الزعاقه والتحميرت قفله ما تعرفش تبلاصيها في مضربها. اما دوق حاجه اخرى كي يشوف اليديك نون بارلون با والجبه نتاعك يعني كلي كلا وشرب. كيفاش حبيتيني نلبس اخيتي؟ حبيتيني نقشط على حوايجي كيفك يا واحد المعزل جربه؟ البس هذا ماهوش مخلوق الجهلة بحالك، يلبسوه اللي هما سيليفيليزو يعرفوا الدنيا، اما انت يا هادو بزاف عليك، على خاطر جابوك خديمة باش تدي لهم زبلهم. معليش، خديمة في داري، لعزوجتي والراجل، ما كاش ما خير مني. اش خلى الرجال يتفنزوا علينا، كي صابوا الغوايط بحالكم اللي يغسلوا لهم رجليهم ويجيبوا لهم القهوة حتى للفراش. راجلي معليش، قال لك طاعة ربي وطاعة الراجل. هذا انت سيري زيد قولي هكذا عليها مسكين عمر ولاك لا حاجه سخونه من يدك. اتنوضي الصباح تزيني وجهك وديري داك الموزيط تحت باطك وتقولي ها الزنقه، نهار عند الحفافه نهار عند الخياطه، اللي راح عند يماك وخالتك وهي رايحه. على خاطر انايا كنت حاسبه روحي مرتو ماشي خدمتو، وانت يا ماشي كيف كيف كنت ترعاي بالمعيز ولا خماسة عند كاشي واحد بزاف. دوك تعجبك الحاله اللي راكي فيها. انا كنت نرعى بالمعيزة ولا كنت راعيه ماشي عيب اسيادنا ورعى، وما كنتش خماسة عند الناس برزقنا والحمد لله. ولا خصني فهمها عندي ني في الحرمه ومتربية على الدين والطاعة ماشي كي انتي اللي بعتي من بصلة. شوفي بركاي من هاد المعايلة ولا وراس بابا غير بهاد الطالون راني نعمل لك سبت فتخات في راسك سمعتي؟ وانا اذا لفت يدي عليك مانيش يبت بامية خاطر راكي في داري ولي درتيها نقبلها. شوفوا شوفوا راكي في دارك، يعني انا مانيش في داري عن بالك تلقني وفرات. غير ما تغلطيش يا بنت الناس ما زلت مرتو، انا راني نعمل له هكذاك غير باش ينضعر من يماه. هذا ما كان حاجتك، روحي استناه برا وكي يجي هاوليك. استناه برا هنا نقعد وانت هي اللي تخرجي. كي نرجع مهبوله هكذا بحالك نخرج في هاد الساعه راني بعقلي والحمد لله. تخرجي من داري ولا لا؟ لا سمعي بعدي لهيه يجيني هو ويخرجني ويقطعني طراف طراف ما نخرج حتى جمالية. بوه اش فيكم يا ناس؟ اشنو هذا الشيء؟ اه ميمي احسنتك يا بنتي واش راكي؟ راكي تشوفي هذه مسودة السعد جيت نسقسيها صارت تسب فيا.
يا بنتي واش بيك من عادتك عاقلة وهادي لا كانت في البيت قبلك. لا لا يا خالتي خيرة، هي اللي جبدتني الأولى، ما خلات لي المحفونة يا المسخة يا اللي كنتي تراي بالمعيز يا اللي جابوا قرصونة عندهم، هي واجبتها على كلامها. معلوم محفونة يعني كذبت عليك، عجوزتك هي اللي راهي تقول فيها للناس. اسمعي اسمعي يا ميمي يا بنتي، وهي مسكينة غرضها هذاك اللي تعرف ناضت في بلاد برا تعلمت الشغل تاعتهم، لكن اللي جابوها للمدينة هما اللي يتلاموا هكذا. كاين انت لو كانوا مالك يزوجوك لبرا يصيروا يضحكوا عليك على خاطر ما تعرفي الشغل تاع تمك. ندب عليهم وعلى بلادهم، انا ناخذ واحد من تانية نكون في العز والهنا حنا ترجع في الزيار. ما تقوليش هكذا يا ميمي يا بنتي، وهي مسكينه غرضها هي تاني ما دبيها لو كراهي في بلادها خير من اللي راهي هنا. لكن الله ياخذ الحق في الله يطلع في الرحيوه والسلام. يقول لك كاين ابليس بصح بنادم واقيلا اكثر منه. فهمينا اشي ما هو جاي لا منك ولا منها، والراجل ويما كذلك. اشنو هذيك الستوده تاع تامو هي اللي هي تطلع لها في راسها والعجوزه تاخذ لها في الراي وتتبع فيها في كل شيء. يبقى هكذا ايه، وانا كل ما تلقى بيا بنتي ما بنتي وهي تحشنا في ركيبنا، ربي ياخذ فيها الحق. هي كل شيء، اما كي الراجل كي يمه ما عندهم صلحه في سيره العروسه كاش تكون عصريه ولا بدويه، قابلينها ولا هي. وحنا ندنا نتعاطوا هكذاك، هي تقول لي سيرتنا خير وانا نقول لها احنا خير. شفتي الغلاط وين كان يا ميمي يا بنتي؟ كي سيرتك انت كي سيرتها هي الكل ملاح، واننا ما تفهمتوش في العقليه برك. اشنو انت يا تربيتي في المدينه وقريتي وهي ولو ما قرات دارها من وجهها بلي بنت فاميليا فاهمه. يرحم والديك يا خالتي خير. والدينا والديك يا بنتي، اشنو سمعوا لي قبل ما تخرج هذيك الستوده تعتاموا منا من الدار، نقبلكم تعطوها واحدة طريحه وتدعروها على الشي اللي خاطيها. كوني مهنيه شي سهل، على خاطر مرا ما تخافش ربي على حجيره تسكر تضل تدي في النملة الناس. حرام جايين ايه ومن بعد يقطعونا راسنا. لا 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 ايوا نتخباو لهم هكذا باش تسمعوا بطنيكم اش يقولوا فيكم. يلا يلا نتخباو الحاصل ما تنساش واش وصيتك. ماشي وصلتي لهذا المواصل وما زالوا العرايس يجوزوها عليك، ربي يهناك من ميمي درك تالت هذه بزاف. هذيك مقار راح تهنيت منها، هذه كاش نعمل معاها؟ هذه سهلة، الأخرى اللي كانت واعرة مراكيش عافا لو كان قعدت معاك كانت وصلك لدار المهابل. على كل حال ماذا بك تصيبي كشوفة باش نطردوا هذه ونتهناو منها. خاطيك الشي والله غير نقلع حقدي على البصلة، العروق ما خليهم ملهش. يرحم والديك يا ناتامو. بلا مزية بلا مزية يا بنتي. الحاصل بقاي على خير. بالسلامة. عادي انا مره على مره لا تامو ماشي من اليوم بعدها. ان شاء الله ان شاء الله. روحي بالسلامه. في غرضك لا تامو زيدي شويه. انا هذاك هو يا ربي نلحق مع المغرب للدار. راني نقول لك في غرضك زيدي شويه حتى نتفاهموا. ميمي على السلامه يا بنتي. بدك دغيا واحد المنافقه. شوفي خلي المرا ترانكيل وبعد يدورو هجمك الدار. خليها تفهمها في روحها يا لا سونا ومن بعد تفهميها شراهو صاير. سارة هادشي انتي تاني راكي معاها. انعمي كنت جايه قصد عليك بصح كي فهمتني بالاخيره راكي سلكتي. كيفاش يا لا تامو هكذا بنتي ما بنتي وانتي لو كان صبي الموت تلقيها عليا. شكون اللي قال لك هذا الكلام يا بنتي؟ كاش هذا شكون اللي قال لي؟ سمعتك بودني كاين ما كثر. انها ما عطتك دراهم كي كنت هنا وبعد ما رحت وانت هذا هو اللي جازيني به. ايه واش تحبي هي اللي ما حبش تصنت لكلامي؟ واش تحبي نعمل لها؟ كنت تحرشي فيها عليا داك النهار بركي تلاقيت بك وقلتي لي الشيخ راه مريض قداش عطيتك؟ لا لا كتر خيرك يا بنتي عطيتيني الحق الحق. وانت باش جازيتيني واحد الستوته بتقتح فيا؟ لا لا نروح لها ويلزمها تردك لوليدها وبالسيف عليها. هي اللي ما حبتش وانا ناش كاش ما قلتي لي الله يرجينا من جرائم يا ناس. لا لا يا لا سونا ناس شي جرائم وعلاش
هذه كيف كما كانت تقول قبيله تينا وراس وليدي ما قالت لك عين بلي تلاقات بها. اخرجي اخرجي قبل ما نعمل فيك العجب. ما كفاكش اللي هلكتي لي قبلي وزدتي لي ليها وحبيتي تكملي هذه بنت الناس. يا راه شي ثاني هذيك بركاها 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 روحي يا ابليس الشارف يا اللي رضيتي بنات الناس تروح وتقرب تصادف. انا رايحه انا رايحه باش على حجوها تسكروا شويه قهوه قعدت فرته للناس. اذهبي رايحه لخيالك. الحمد لله ربي هنكم منها. Magnifique, magnifique sketch signé Ali Abdoun, bien sûr. Allez, on continue avec les histoires de couples. Et cette fois-ci, on va vous proposer deux couples mythiques, Rouached et Keltoum contre Ali Abdoun avec Nouria. Alors, les deux couples se rendent à l'hôpital, mais les querelles incessantes entre les époux n'en finissent pas. Alors, tout de suite, en image, le sketch des deux couples, bien sûr. Quelle rencontre, un sketch signé Mohamed Helmi Rabbi Tawel Fi Omro et qu'on salue, réalisé par Mustapha Grebi. انت تدخل شي مره في لحمك وانا ما نديوش وزد جوزنا مع هذا الطريق. ايه جزنا من هنا عن بالي باش ما نطولوش الطريق. هذه هي ما جيت نطلع هذوك الدرج حتى حسيت بفادي خرج. ايه نسيت باللي راكي مريضه مرض الروماتيز. ولكن هذاك اللي كان انا توحشت بنتي وماذا بيا نروح نشوفها وربي فيه. انا ماذا بيا لو كان راني لحقت للسبيطار. وعلاش انا راني حرمت منها؟ كيفاش؟ تحرميني منها؟ ماماني انا اللي يقطع لي يا بنتي. مازال ما زالت من كرش يما هي العجوز. ايه تبغي نشوف واقيلا كاش ما نزيدو نشريو لها الطفله. بركه بركه ما طول في لسانك باطل. شبعت عليها مرا في الشروعات وفي الاخر ربحتها يماها. ايه الله غالب على هذاك راكي شفتي حالتها. ايه جاتها يما هذي قلبتها في الشرع وراح تعاودت الزواج. ايه جو شبعت معاها المحايم مسكينة حتى طاحت مريضة وراحي في السبيطار. وانا راك ضليت جري فيا باش نرافقكم طلوا عليها. إيه؟ ومع هذا انا ربي هناني ما ولدش. ايه مازال هذا بالحارة سهرين ملي خديتك من هي ما تتشوفي بديت ولدي بالزوج في العام. بعيد الشر وراسك غير ما هو بعيد يا العجوزة. وزيد بزيادة كي راكي تحكي وتغني وحدك باللي حتمت عليك. هلا باش نجيبك معايا باش انت اللي حتمتي عليا نجي معايا. ايه انا باش ما تقولش كي ربيبتي راهي مريضة ما عندي حاجة فيها ما نشي نطلع عليها. لا انسانك ما بيش يعرف في زوق يا حسرة. انا عند بالي جيتي باش توري لي الطريق. هذه هي ايو بنان اشكون قال بنان اربعة دول حبر بنان. وهذا البهلول اللي جاي بيع البنان في زنقة خالية كي هذي اشكون اللي راح يشري عليه؟ بعد جابوا ربي نروح نزيد حبيبات الفريدة. ايه يا كراك جبت لها القفرة معمرة بالفاكهة واش راح تزيد لها؟ مشاي والسكتي يا واحد المسمومة هذه مريضة وما سلكت شي منك. وعدا راهي عند يمها ماهيش عندك. ايه عند راجل يمها ربحت ما نجيش نقعد هنا. هين غمي يعطيك هما. اسمع يا ام الدنيا العام بابا الشيخ. اسمعي يا قالك انا بابا احسبني بعد الشيخ يا. اتمشى اتمشى لما تشوف وجهك في المرايه تتحقق باللي مكمش. ما تقول شي بابا غير اتمشى قدام. هذه ماشي ها فاو واش بيكي واش نو ها نسيتي وصيتي واش قلت لك في الدار من الصباح وانا نوصي فيك واش نو يا قلت لك ما تجريش ما تسبقينيش ما تسبقي ما تولي للورا اتمشي قدامي فهمت ولا ما فهمتيش بوها على سعدي بوه هاد الغيره هذه مانيش عارفه وين توصلك. وصلي الاخرى دار بابك ولا توصلي يمك القطار. بعيد الشر يا ربي
كيفاش؟ باش نعيدك كيفاش؟ شوف 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 يما هاك تبرق عينيها فيا شوف واش راك تشوفي فيا كوليني كوليني يا اخي يا عجبه يا عجبه يا عجبه انا راني مقلقه باش وقتاش نوصل نشوف هذيك المغبونه نتاع بنتي اللي في السبيطار وتا تخرج لي في الشوفات اللي ماشي مليح وطبيعي اسمعي اسمعي برك انا من اخو متمسخره شوفي فيا مليح وسمعيني اياك باجي نفهمك نفهمك في روحي واش نكون انايا اياك باجي مازال حال وقت الدخول ياك السبيطار مازال ما نحلش انا باش نفهمك اياك باجي واش هاتي وقتك الشراء هذا الراجل هذا راني نشوف فيك هبت هبت يماك ليها بنت اسمعيني مليح وهذه الوصايا وحلي ودنيك مليح سمعتي راكي تشوفي السلام الله وصلي على النبي ها هادو ما ربيتهم من صغري ولا ربي فيهم ومن صغري هما واقفين للسماء سمعتي ما لا ماشي يوم خديتك انت يا باش تبدلي لهم الديريكسيون فهمتي ولا ما فهمتيش هذا المعنى على خاطر ماشي بنتك اللي راه تسنى فينا باش نطلعوا عليها بالحاره لبيبتك حبيبتي ونحبها خير بنتي واقيله ولكن انا نقول لك الصح كي توصل لي للنيف ما نعرف لا يما لا بابا لا يما الكبيره ها واش عندك؟ ها بصح انت يا واش عندك انت يا ربي؟ واش اداني واش اداني يا عباد الله واش اداني؟ على النهار المسود هذا بوه واش بيه هذا النهار هذا؟ واش بيه هذا النهار؟ ها؟ واش راكي تخزي؟ حطي خزي فيا انا واش راكي تشوفي لهيه؟ انا نشوف في هذاك المسود اللي راهو لهيه شكون اللي جاب له الخبر؟ واش راكي تحكي وحدك يا مرا؟ ها اسمعي اسمعي لي يا يمك شوفي هاد المعون هادو ما قبلهمش انا ها وضحي كلامك اهدري فهميني راني على هذاك على هذاك الرجل اللي راه واقف قدامه للبنان والمراه معاه راك تشوف هاي ماما هاداك هاداك راك تشوفي فيه ها ما خفتيش قدامي قدامي وما خفتيش تشوفي في الناس ها يا عيد عليا واش بيك قدامي ها راجل واش بيك واش بيني شوفي في الناس شوفي يا نوشة نوشة يا ابنة نقول لك أنا سمعتي يا أخي تعرفيني نقضيها أنا ها كي نسعد ما حتى واحد فيها أنا ما كانش يحقني أنا واش بك يا راجل واش بك يا راجل هبيت هبيت أنا هبيت أنا راني نغلي أنا اللي نغلي أشد مبرد صحة ما تخافيش أنا اللي نغلي ها يا ربي ما تخافيش شوفي يا نوشة نوشة يا نوشة هاني خلي يمك يوم بلاشة هاي اللي قلت لكم فرش يمك ونقع الفرشة اقعد يا مسود اقعد اقعد افهمك انا فهمني هذاك اللي راك تشوف لي هذاك بابا بنتي واش من عيب صاري المغبونه اللي رانا حين نطلوا عليها واش بيك ايوا ايوا قولي لي هكذا يا وانا وين كنت عارف انا خليتيني نغلي وانا ما نضرب خطر من انا يا اخي اسمحي لي عليك ولي حال هذاك راجلك اللي خديته الاولاني وتلقتيه قولي لي هكذا وانا وين كنت عارف يا اخي مش خير يا اخي سامحيني يا اخي رجل الاولاد يا ابن سيما واش قلت يا راجل واش قلت واش قلت واش بيه قلت لك انا على هذاك اللي راهو تما فهمت هذاك اللي راهو تما ها وقيل حتى هو جاي يشوف بنته يا ليل يا ليل يا ليل اه يا نيل واش بيك واش بيك اليوم نقتل واحد بلاي يمك هين قلت لك ونقتل روحي سمعتي نقتل لك ونقتل روحي واش راكي تشوفي يا قلت لك حبت عينك يا مرا قلت لك حبت عينك ما تحبتش عينك واش راكي تشوفي فيك شوفي فيا قدامي انا حبت عينك وقلت لك حبت عينك هنا باش نودي لي يمك انا واش نكون يا ابو علي ها يا ربي يا مسود افهمني قلت لك هذاك هو المسود اللي كنت مسوده معاه بابات بنتي واش من عيب صار واش من عيب صار هذه بديت نفيق انا يا دكتور التبخبيخ ديالك انا بيه قلت لي اجي بكري نروحوا بكري ويحلوا بكري ها انا بديت نفيق بك واحد الكلبه باش تشوفي راجلك الاولاني ها هو بداني يا ليل واش اداني اشطاح يا لولو وصفقوا له يا جيرانو هكذا واش اداني ما مداش ها شوفي بلا يمك غير نشرب دمك ولحمك ناكلو ونرمي في الكوشة عروتي باش نوريك واش نكون انايا يا ربي يا راجل هبلت ولا واش بيك هبلت انا نروح نشوف بنتي واش عندي فيه بزاف زاد هكاك تشوف راهو مع المراه اللي زادها عليا
صح اتمشي بس شوفي بما نبيع يعني لو كنت خسري فيه يعني لو كان خسره نص خسره غير اليوم نجي لك مدربي غير مدربي ولا علي بهدلتني في الزنقه بهدلتني ما خفت الناس واش يقولوا ما خفت من الناس ما حتى حاجه بهدلتني راك انا اللي بهدلت هي واحد عيداه قدامي انا تخسري في الناس انت اللي بهدلتيني هيا وش شفتي ها انت شفتي ولا تقول في الخلق قلت لك ها وقت روحي معاك هيا تمشي لا 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 ماشي منا ماشي منا منا مول البنان وعاود تما ياكم المودي هذا Voilà, c'était donc Quelle rencontre sans rencontre. Donc, je vous propose la suite, tout de suite, des Jamaïries, bien sûr, de Rouiched, Keltoum, Alia Abdoun et Nouria, bien sûr, qui vont se retrouver nez à nez à l'hôpital, bien malgré eux. On retrouve également Saïd Hilmi, Rabbi Tawel Fiamrou. Alors, comment va se terminer cette histoire, sans plus tarder les images, dans Séquences d'archives. On y va. Aïe, aïe. José. Oui, José. 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 واش قلت لي قبيله؟ قلت لك وترني حتى يماها غير جايه باش تشوفها. واشنو؟ زوجتك الاولى؟ على بها كنت تشوف انا ما انتبهت يا؟ هيك جات مع راجلها. شفتي شفتي هم جايين. اقعد هم داخلين. حبسي وراكي صادمه وراكي صادمه. اسمي شي من يوديك. السلام عليكم. سلام. ايه فاقوا هيا من هيا نوت نوت. فاقي. فاقي من هيا. السلام عليكم. ضربت. سلام. اقعد واش هيك واقفه كي تسمع هذيك ديال معطي. اسمع انت. جوز لها في بلاصتي. نوت. يا قلت لك نوت. هاني. ها. شوف فيا انا يا والله هبط عينك سمعت بكاين يا حم بكاي هاي داك تشوفي دوري واش كاين دوري واش كاين ولا دخل نفس ديك وصار يتعامل على هذوك العين خارج منك يا اخي صح جاي ما كيلحق ولا كنفرش فيك العجيه ما تخافيش ربك يضربك ربي ويجي تنحي العجاريه اي المالح بيبا يما ولا خل حبيتي نبدا نسوق دروك لا واش ما تشوفيش ما تشوفيش اسكت اسكت قدام الناس تواشي فيا هكذا ما تخافش بلي يماك ترسي يدك هذاك هو ها واش داني واش داني السلام عليكم انا ما تخافيش عليك ماشي كي تخسري فيا انا راجيك انا هو راجيك يا يماك بيماك ما تفهمنيش انا راجيك قوليني قوليني اي يلا هنوض نروح نشوف الطفله واش انا نستنى ولا نروح نقول للفيلم اللي دخلنا ايوا انت جا تروح الفيلم اللي تقولي لي دخلك اقعدي اقعدي وانا هالشي اللي عامله صبيتهم بس تروحي تهضري لي مع الفيلم اللي انا قلت لك ولا انا قلت لك اشوف عم فيلم ها ها وش الفيلم اللي شفناه شكون جيتو تشوفوا صح ايه يا ولدي جينا نشوفوا فريده البنت اللي راهي في بيت 18 وحنا تاني يا سيدي انا رمي يعطيك رمى سيدك فريدة ماشي هذيك اللي بها مرض البنديسي نعم ايه هذيك غير اليوم الصباح غير اليوم الصباح اللي وازينا لها باراسيون مازال راهي شويه تعبانه وطبيب منعنا نخليو بزاف الغاشي يدخلوا ليها هيا هيا نروحوا ندعوا ليها نهار اخر ياك سمعت واش كان يقول هيا قلت انت ثاني لا انا لازم نشوف بنتي هيا نودي انتي يا سمعتي واش قالت انا ما نروحش من باغي راه شفت بنتي كيفاش؟ اسنى واسنى صح شكون فيكم يما؟ انا هي يا سيدي انا هي يما وباباها؟ انا يا خويا انا اسنى وهنا دقيقة دوك نديكم ها انتم اذا حبيتوا تسناو ريحوا هنا كيفاش؟ ريحوا سناو هنا صح ما جابش صح في الكولوار بيت نمرة 18 ما عليه هي يا ربي يا ربي اسمع يا عزة يا عزة يا عزة يا عزة ما سامحني أنا من ضلك يا عزة لا بانيش عليك يا أخوي يعني أنا على خليقة هذه في دخلت مع الراجل يا ربي صحة 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 يا ربي صحة فيه المودي
بصح اليوم العشية نتفاهم معه، اليوم نحطو سعدو في يده. صح يا ربي، فرشتي فيا العبادة، فرشتي فيا الناس، ضحكتي امرأة ضحكت عليا الناس. صح يا ربي صح. واش داني يا خياني انا واش داني نخليه يجي. اسمع دوك يتلاقاو في زوج قدام بنتهم، انت بعدا راك مغشش حبي تطلقها، وهذاك مسود السعد يردها. ها ها بني ابنهم غير نقتلهم، نقتلهم في زوج. لا لا بعدك. اسمع قتل غير الكلبه ديالك، راه بعيد عليك. سمعت وانت واش نتقك ديال واحد الفرطاسه؟ ها واش نتقك السكتور هذاك مدافيك؟ ها ولا غير نعطيك للراس؟ واش عند بالك؟ وداك نصدم ليها خرجها ولا تلقها؟ انا راجلها سمعتي ماشي هي. انا تاني انا راجلي وانا هي اللي خبيته، راجلي وانا مولاتو. دوق يخرج ولا نقتله. انا ما نقولش نطلق راجلي. اسمع مالا فات، مالا قتل روحي. قاو على خير يا الدنيا، قاو على خير، سلمي عليها، سلمي على الدنيا. ها نعم. هاي هاي ربي قتل روحي. هاي واش بيك يا مرا يا مرا؟ واش بيك يا مرا؟ حمادك هي معي حبيبة. يا ربي قتلت المرأة. هاي قلبي حبس. هاي ما قتلت المرأة. هاي زليخة. واش بيك زليخة؟ زليخة زليخة حبيبي. واش بيك زليخة؟ شوفي أنا هنا، أنا جيت زليخة. هادي وين عليك؟ واش بعنا يا واش صالك يا ما ميتش صوتي ما متناش صوتي يا صافا. واش بك؟ انا هنا Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de nous laisser un petit message sur notre page Facebook de l'émission Séquence d'archives. Je remercie également ma collaboratrice Hassiba Hasnaoui, le réalisateur Saïd Bouhadjoum ainsi que le staff technique du studio 7. Il ne me reste plus qu'à vous dire il al-liqa ya asdiqa pour de nouvelles Séquences d'archives.